اليوم راح نكمل في الماجنتيك سيركتس. نلخص اللي حكيناه المره الماضيه. الهستريسيس لوب هي علاقه ما بين الماجنتوموتيف فورس اللي موجوده في ماده او الماجنتوموتيف فورس اللي بتاثر على دائره مغناطيسيه. ورمزنا للماجنتوموتيف فورس او ام ام اف وحدتها امبير تيرمز، وبنشا عنها زي ما كان ينشا عن الفولتج كرنت في حاله الالكتريكال سيركت ريزيستنس، بنتج عن الماجنتوموتيف فورس بنتج عند التدفق مغناطيسي ماجنتيك فلوكس. ماجنتيك فلوكس رمزناها بالرمز باي ووحدتها ويبر او فيبر حسب اللفظ. وبعد ما بدينا الانيشال، لما بدا عندي الانيشال الزياده الاولى وصلت النقطه هاي صار عندنا هون ساتوريشن. بعدين قلنا هاي نقطه مهمه وهاي نقطه مهمه، بصير عندي هون نفس الشكل اللي موجود هنا. بعدين لما برجع بعكس مره ثانيه بالشكل هذا، هون عندي كمان نفس الشيء ساتوريشن. هذه النقطة شو حكينا؟ اسمها ريزيجوال ماجنتيزم. شو صار لها حسيا فيزيكلي؟ ليش صار عندي ريزيجوال ماجنتيزم؟ ايش يعني معناها؟ الجزيئات يعني الجزيئات ما رجعوا ملخبطين راندوم مرة ثانية، ضل فيهم شوية ترتيب. خف الترتيب اللي فيهم، بس الدومينز هذول اللي كانوا عاملين الاينمنت لانفسهم ما تلخبط كل هذا، ضل في شوية مغناطيسية موجودة. ولذلك بنسمي انا هاي النقطة هاي ريزيجوال ماجنتيزم او الريمننس في بعض كتب او جزء هذا بتحكي عنها ريمننس، قديش تبقى ماجنتيك فلكس حتى بعد ما شلنا الماجنتوموتيف فورس ونزلناه لزيرو تماما، ضل لسه موجود حتى اعكس او الغي هذا الماجنتيزم والغي الريمننس اللي موجود هون، مضطر اني اعكس اتجاه هذا لحد ما اوصل النقطة هاي. وهي النقطة سميناها كويرسيفيتي، كمية الماجنتوموتيف فورس العكسية اللي اضطريت اني احطها هون حتى الغي الماجنتيزم الاصلي. وهي خصيصا من خصائص المادة الفيرومغنتية، احنا عادة عم نحكي مواد فيرومغنتية. إذا هاي اللوب هي علاقة ما بين الفلكس والامبير تيرنز. في شيء مهم بالنسبة للمساحة اللي موجودة داخل هذه اللوب. المساحة هذه من هون، المساحة اللي بتحتويها كل واحد هذه الهستريسيس لوب هي لوسز. بصير في عندي خساره في الماده، وهي خساره مهمه. الخساره وين خسرتها؟ خسرتها وانا عمالي بباطح في هذول الدومينز، مش عمالي بشتغل بالدومينز هذول اظبطهم، وبعدين لما شلت ما رجعوش رديت رجعت ظبطتهم، هذه كلها طاقه. هذه اسمها الهستريسيس لوس. المساحه هذه هستريسيس لوسز، وهي لوس عمالها بتصير في المشين. عم بخسرها، الهستريسيس لوس بتصير في المشين. ليش سببها فيزيكلي فيزيائيا؟ عمالي الدومينز هذول عمالي بظبطهم في اتجاه، برد بضطر اعكسهم في اتجاه معاكس، بظبطهم في اتجاه برد بعكسهم في اتجاه. كل سايكل يعني لاحظوا هاي على فكره سايكل كامله مش هيك؟ بدا الماجنتوموتيف فورس من اقصى قيمه له نزل لصفر، راح لاقصى قيمه نيجاتيف له، رد رجع مره ثانيه صفر، وبعدين رجع لبوزيتيف. هاي سايكل كامل، هذه مش سايكل مضبوط؟ لكن هاي مع هاي سايكل كامل، اوكي؟ في كل سايكل عمالي بخسر المساحه هاي. يلا هلا فكروا معي، كيف بدي احسب، كيف بدي اطلع المساحه هاي؟ التكامل يا جماعه، احسن، اذا التكامل، اذا انا شو بدي اكامل؟ عاد حتى اطلع المساحه الفلكس مع ال احسنت تمام، اذا هذه الانرجي ايش المفروض تكون وحده الانرجي؟ دائما جول. اذا المفروض يعني عندي انرجي لوس بالجولز، لكن شو الوحدتين اللي انا بدي اكاملهم هون؟ اذا السؤال هلا بنساله احنا امبير، هلا التير مش اسايونت، اللفه مش اسايونت، فبطل اعملها. اذا انا عمالي بقول انه امبير تير، شو الوحده هناك؟ ويبر او فيبر. راح احط هون علامه استفهام. المفروض اذا شغلنا مضبوط تكون هاي اللوسز هذول الوحدتين الاس اي يونتس لما بضربهم في بعض يطلعوا معي جول، تكون هذه لوسز. طب لو انا عمالي بغير الام ام اف على 50 هرتز 50 سايكل بير سكند، قديش بكون اللوسز عندي بير سكند؟
هاي اللوسز اللي نتجت عن ايش؟ عن كم سايكل؟ سايكل واحدة. طب اذا انا عمالي بغير لما نفع 50 هرتز بضرب بضرب اللوسز هاي 50. اذا انا راح اكامل الام ام اف والفلكس هذول على السايكل هذه من هون، بعدين بضربهم في الفلك في الفريكونسي المرات عدد المرات بالسكند اللي عم بعملها راح تطلع معي اللوسز. حتى نثبت هذه في اثبات بسيط جدا راح افرجيكم اياه، اثبات بسيط بس حتى اتاكد. تتذكر ايش عم بحكي انا من اول فصل كمهندس ايش لازم دائما تعمل؟ تفهم الصورة، لازم تتاكد من الدايمنشنز هون مساوية للدايمنشنز هون. اذا هلا سؤالنا هل هاي بتطلع معي جول؟ خلينا نشوف. في عندنا قانون مهم اسمه فاراديز لو، في حد بتذكر فاراديز لو ايش بقول؟ فاراداي ايش جنسيته فاراداي؟ عالم ايش جنسيته؟ فرنسي. لا مش فرنسي. فاراداي انجليزي. انجليزي بنحط موك حتى لو سمعوه. فاراداي كان عالم مهم له انجازات مهمة جدا في الكهرباء. ومن احد اهم انجازاته اللي هي مبدأ الجنريتر. احنا اليوم كيف بيجينا كهرباء؟ بيجينا كهرباء من هذا القانون اللي هو هذا فاراديز لو. وفي اشارة ماينس هون بس معظم الناس بيشيلوها. شو بقول فاراديز لو؟ وإنه الفولتج اللي بتولد عندي بتناسب مع ايش؟ مع الـ rate of change of flux against time. يعني إذا الفلكس ما بتغير قديش الفولتج اللي بيطلع معي؟ زيرو. إذا الفلكس بتغير بسرعة مع الزمن إذا بيطلع معي فولتج. هذا هو مبدأ المحركات. لو رحت أنت على شركة توليد الكهرباء اللي بالمحطة الحسين الحرارية ولو رحت على العقبة أو أي محطة من محطات توليد، هذا اللي عماله بيصير، هذا القانون هو اللي عماله بيشتغل، عم بيطلع معي فولتج لأنه في عندي دي فاي على دي تي. طيب دي فاي على دي تي إيش وحدتها؟ ويبر على سكند. اذا هاي المعادله بتقول لي من هون انه فولت هو نفسه ويبر. كيف بنحط السكند؟ مكتوب ماينس 1. اوكي مضبوط. اذا هي اخر نهايه. اذا ويبر نفسه شو بتساوي؟ اذا بدي انقل السكند على الجهه الثانيه فولتج على فولتج سكند، لانه هون هاي مقصوده بتصير مطلوبه بتطلع. اذا محل الويبر ايش بقدر احط هون؟ بقدر احط فولتج سكند. بصير عندي امبير فولت سكند. امبير فولت ايش بتساوي؟ زيست باور. باور. لا انت فولت على امبير. بس فولت في امبير رح تعطيني باور. طب الباور ايش علاقتها بالطاقه؟ الوات ايش علاقتها بالجول؟ مشتقة. تمام عندي صوتك. مشتقة. اذا عندي اي في اول شيء هاي بتساوي واتس سكند، لكن الواتس بتساوي جولز بير سكند. اذا انا عمالي بزودك بواحد وات، يعني كان ايش عم بعطيك كل ثانيه؟ واحد جول. هاي عندي جول بير سكند. سكند السكند مش طبعا السكند مش هيك. شو بتساوي هاي؟ جول. مضبوط. اذا قانوننا قانون صغير. اذا هاي تذكروها نقطه مهمه في اي ماشين انا راح نبنيها، اي ماشين راح تدرسها في هذا الكورس راح تبنيها فيها لوسز، واللوسز هاي بتهمنا لان احنا بدنا نحاول نبني ماشين افيشنت ما فيها لوسز. احد اللوسز المهمه اللي بتصير سببها الهستريسيس. هذه واحده من اللوسز، في لوس ثاني راح يصير في الكور، بس هاي احد اللوسز المهمه سببها انه الماتيريال فيها هستريسيس. كل سايكل كل مره بصير عندي بزيد الام ان اف من الماكسيمم للمينيمم وبرد برجع مره ثانيه للماكسيمم بخسر المساحه هاي. اذا عندي 50 هرتز يعني 50 سايكل بير سكند راح تكون عدد اللوسز كميه اللوسز بالجول مساويه للمساحه هاي. وهون فرجينا انه فعلا هذه راح تطلع معي جولز بهذا الشكل. في لوس ثاني بصير عندي في بصير عندنا في الدائره راح نحكي عنه الان. اذا راح اشيل هذه هون نرجع نرسم مره ثانيه. اذا اول لوس هو الهستريسيس لوس، هذا اول لوس بصير عندي في الكور. هذول كور لوسز. رح نرسم الان مره ثانيه الدائره المغناطيسيه اللي رسمناها المره السابقه. هي الكور، هذا سميناه الكور اللي على اساسه رح يصير. بعدين بتتذكروا حطينا المره الماضيه حطينا ان اي، حطينا عدد من اللفات ومررنا كرنت من هون. والماجنتوموتيف فورس كيف كنا نحسبها؟ كيف بحسب الماجنتوموتيف فورس من هذول متذكرين؟ اي في اي في ان، اي في ان او ان في اي اللي هي امبير تيرز. كيف بدها تكون امبير تيرز؟ بكون عندي عدد من التيرز
في الامبير، وهذا راح ينشا عنده في طبعا هون ريلاكتنس، راح يقاوم الريلاكتنس الموجود هون، وراح ينشا عندي ايش؟ تدفق فاي فلويدز. مضبوط. اول اذا احد اللوسز الاولى اللي صارت عندي هي الهيستريسيس لوس اللي حكينا عنها. في لوس ثانيه اللي راح يصير، انت عيسى سالتني عن شغله المره الماضيه مرتبطه فيها، هلا راح نحكي عنها. هلا احنا قلنا لما عندي كارنت مر من هون ايش ولد؟ ولد ماجنتيك موتيف فورس، والماجنتيك موتيف فورس بعدين تولد عنها فلوكس. العكس كمان صحيح، اذا عندي فلوكس ماشي في اتجاه الفلوكس هذا اللي ماشي بحاول يولد حواليه تيار كهربائي. ولذلك لو احنا جبنا سلك الان ومررنا بهذا السلك تيار، وجبت انا بوصله صغيره، والدائره هاي اللي فيها ماشي فيها تيار، بديت اقرب البوصله منها، البوصله راح تلخبط وجهتها ماشي، وراح يصير كيف بعرف اتجاه الماجنتيك فلوكس او الماجنتيك فلوكس اللي ناتج عن هذا السلك؟ بس برضه بستعمل كمان نفس الشيء قاعده اليد اليمنى، هذا اتجاه التيار في السلك، ايش راح ينشا عندي؟ لذلك لو عندي سلك ماشي فيه تيار، اي هون هذا كرنت امبير، راح ينشا عندي فلوكس بهذا الاتجاه، وبنفس الطريقه بالعكس كمان لو عندي ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه راح ينشا حواليه، راح يحاول يعمل حواليه تيار. طلعوا هلا هاي الماده، هاي الماده فيروماجنتيك، بس كمان مش بس فيروماجنتيك، ايش بتوقع انها راح تكون احتمال كبير؟ فيروماجنتيك يعني بتسمح للمغناطه، بس كمان شو احتمال انها تكون؟ موصله كهربائيه. المشكله هلا هون عندي صارت مشكله، هون عقدت الامور، لانه انا جبت ماده بدي اياها تكون فيروماجنتيك، احتمال شو تكون الماده؟ بدها تكون ستيل او حديد او كوبر، هذول كلهم مواد موصله كهربائيه. إذا مش ماشي فيها ماجنتيك فلوكس هيك وهيك وهيك مضبوط، شو راح يحاول يتكون فيها؟ تيارات صغيرة. لو جيت اطلعت على المادة هاي هون ماشي فيها فلوكس بهذا الاتجاه، راح تصير تحاول تعمل تيارات صغيرة هون. كل مكان ماشي ماجنتيك فلوكس راح يحاول يتكون حواليه تيارات صغيرة، يعني لو جينا اطلعنا لو كان الماجنتيك فلوكس طالع من الصفحة. يعني عندي أنا ماجنتيك فلوكس طالع من الصفحة، اطلع الماجنتيك فلوكس طالع من الصفحة، شو راح يصير؟ وين الكرنت راح يحاول يصير؟ راح يصير يحاول عندي هون في ايدي كرنت. هذول بنسميهم ايدي كرنت بالنسبة للعالم اللي اكتشف الظاهرة هاي، هذول بنسميهم ايدي كرنت. هذول الايدي كرنت في لهم مسار يمشوا فيها للمادة موصلة؟ لهي المادة موصلة راح يمشوا هذول التيارات الصغيرة. هذول طب ما يمشي التيار، لما يمشي التيار في المقاومة شو راح يصير عندي؟ خسارة مش هيك؟ راح يصير في عندي خسارة، حرارة، والحرارة هي عبارة عن خسارة، وقديش كنا نحسبها؟ كيف كنا نحسبها؟ قديش الباور اللي بتضيع في الريزستور؟ اي تربيع، اي تربيع تمام ايش؟ احسن كويس. اذا انا عندي لو عندي مقاومة والمقاومة هاي مررت فيها التيار، راح يكون في عندي لوسز اي سكوير ار فيها مش هيك؟ او في سكوير على ار اللي بدك اياها، هي عندي كرنتس هذا، اذا راح يصير في عندي لوسز جديدة في هاي الماتيريال. وانا بقدرش امنعها، هاي المادة موصلة كلها. إذا عندي اللص الثاني اللي فيه مشكلة هو الايدي كرنت لصص، راح تتكون عندي ايدي كرنت حوالين هاي كلها صغيرة صغيرة، راح تتكون صغيرة كلها تيارات راح تمشي، راح يحمى هذا الكور كمان. إذا راح يحمى لسببين، السبب الأول راح يبدأ يحمى، ولذلك روح على محول هلا محولها تذكر ما تروح عليه تمسكه بإيدك، بس يعني لو تخيلت راح تلاقي إنه حامي هذا، راح تحسه حامي الكور هذا بده يحمى، بترتفع درجة الحرارة لأنه في لص. حتى لو انا مش عم بسحب منه تيار، لانه عماله بصير في هيستريسيس وصل بتصير سواء سحب تيار ولا ما سحب تيار، لو هذا محول مش لو هذا محول كيف ممكن يكون هذا يصير محول؟ كيف ممكن احول هذا المحول؟ حط ملف ثاني تمام، احط ملف زي هذا الملف بالضبط، اذا بدي نفس عدد اللفات او عدد لفات اكبر بحطهم هون، هي صار عندي محول. هذا المحول انت في بيتك لما بتيجي زي شاحن التليفون نعم زي شاحن التليفون تمام، اي زي شاحن التليفون ادابتر اي شيء عماله بعطيني هون، هي عندي كور وهي عندي كور، في قانونين رح نحكي عنهم، القانون اللي بتكون هون والقانون اللي بتكون هون. اذا انا مشكلتي في هذا المحول في لوسز، في الايدي كرنت لوسز والهيستريسيس لوسز. نعم. مش الفلوكس بيعمل كرنت؟ نعم. ليش ما سبب البيرمن هاي بتعمله انفينيتي كرنت؟ قصدك انا عندي ماجنت، بس الماجنت هذا ما مش متغير، هاي المشكله. مش يعني بدك تولد انت كهرباء من الماجنت مش هيك؟
هو سؤالك كويس طبعا هو ما بصيرش يقول لك شيء من لا شيء مزبوط بدي احاول اجاوبك عليه جواب علمي خليني افكر فيها ذكرني فيها بعد ما حضرتك افكر بشيء علمي اجيب لك جواب علمي الطاقه ايش القانون الاساسي لا تفنى ولا تستخلف ولكن تتحول بشكل اخر مستحيل اني اقدر ولذلك ما في ماكينه ممكن تضلها شغاله الى الابد بدها طاقه بس بدي احاول اجاوبك عليه جواب علمي خليني افكر فيها واجاوبك جواب علمي صحيح اذا راح يتكون عندي ايدي كارنت لوسز وهاي المشكله شو ممكن اعمل بالايدي كارنت لوسز أفرق. كيف ممكن اخففها؟ يعني زي بحط شرائح تمام بحط لابريشنز ولذلك قالوا شوف اطلعوا على هذه هلا هذه ماشي هون هلا هذول الكرنتس رح يحاولوا يمشوا بهذا الاتجاه مش هيك؟ اطلع هلا فكروا معي حتى نفهمها مضبوط نطلع على الورقه هاي لو الورقه اللي عندي هون او هاي مجموعه اوراق موجوده هون وماشي فيها ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه لو الماجنتيك فلوكس ماشي بهذا الاتجاه كيف اللي هذول التيارات رح تحاول تتكون؟ هيك رح تصير تعمل مش هيك؟ وخلينا نفترض خلينا ناخذ كتاب احسن كتاب والله كثير كتاب هيك ممتاز هي ماده سوليد هاي هي الماده هاي جبناها مر فيها فلوكس في هذا الاتجاه كيف رح تحاول الايدي كارنتس هلا تعمل؟ هيك رح تصير تعمل مضبوط حوالين الهام كيف ممكن امنع هاي انها تمر بهذا الاتجاه؟ بعملوا شرائح زي الكتاب هذا هون بس الشرائح كيف لازم اعملها؟ الشرائح بدها تضلها موصله فيرو ماجنتيكلي بهذا الاتجاه مش هيك؟ فاذا عملتها شرائح مش الماجنتيزم بيقدر يضل ماشي بهدول؟ لانه هو اتجاه هذا اللي بيهمهم. لكن مين انا اللي بدي انكد عليه وامنعه انه يلف؟ بس الكهرباء كيف عمالها بتحاول تلف؟ هلا هيك ما راح اقدر امنعه وهيك ما راح اقدر امنعها بس بقدر افتح الدائره هيك، شو بعمل هلا بين هدول الشيتس الصفائح؟ ماده عازله اللي هي عاده زي الفاكس الورميش بسموها ورميش او ماده ولا هاي ولذلك اذا بتجيب محول مين يجيب لنا المره الجايه اذا بيقدر يفك محول عنده محول صغير مفكوك فيه الشرائح هذول جيب لنا المره الجايه عشان نشوفه ونطلع راح تلاقوا كل المواد هاي الموجوده ولذلك هاي بتكون مكونه مش من قطعه واحده بكون شايفين هذا الشكل بكون شرائح زي هذول شرائح شكلها زي هاي الشريحه بالضبط لكنها رقيقه بتكون مثلا نص مليمتر بكون عندي مثلا 50 من هذول بصفتهم جنب بعض بس ايش بحط بينهم؟ مادة عازلة كهربائية، إذا مغناطيسيا أنا ما تأثرت مغناطيسيا لأنه عندي الشرائح لسه بتوصل مغناطيسيا يعني كأنهم مقاومات بارلل. بس مين اللي خربت عليه؟ خربت على الإيدي كارنتس، ولذلك أي دائرة مغناطيسية افتح أي محرك الآن في عنده صور كثير بعرف أنا معيش إلا صور بس إذا بتجيبوا لنا المرة الجاية بنشوفهم على الواقع بنطلع رح تلاقي هاي مكونة من شرائح ولذلك إذا بدي أرسمها بشكل واضح رح تلاقوا إنه هاي القطعة رح تكون قطعة واحدة مش مقطعة لكن رح تكون في عندي هون هذه عبارة عن شريحة وهاي عبارة عن شريحة وهكذا بكون عندي عدد كبير جدا من الشرائح هذول كلهم بكونوا ملزقين ببعض بحيث يمنعوا الايدي كارنتس انها تمر شو بنسمي هذول القطع؟ بالانجليزية لامينيشنز لامينيشنز معناها صفائح صفائح فهاي كل واحدة من هذول هي صفيحة انا ركبنا هذول الصفائح جنب بعض ولذلك حاولت اخفف من الايدي كارنتس طبعا في طرق لتخفيف الهستريسيس ما اظن في شيء كثير ممكن تعمله حتى تخفف الهستريسيس لكن اذا هدول هدفهم اني اخفف من الادي كارنت لوسز اللي موجوده. من اوائل العلماء اللي اكتشف انه في علاقه ما بين الكهرباء والمغناطيسيه عالم اظن الدنماركي او الدنماركي اظن اسمه اورستد اورستد كان عماله بيشتغل في دائره كهربائيه وهو حاطط بوصله بالغلط جنب الدائره الكهربائيه هذا بال 1871 وعنده دائره كهربائيه، الدائره الكهربائيه صار يفتحها ويسكرها، هو عماله بيشتغل شيء ثاني كهربائي ما لهوش علاقه في الماده. شو صار لاحظ البوصله بتعمل؟ تضرب مره تضرب، بعدين يفتح الكرنت تلاقيها بترجع، ويريد يشغل تلاقيها بتتحرك بهذا الاتجاه، فاورستيد كان من اوائل العلماء، ما بعرف اذا هذه كتابته صحيحه. في يمكن خطين هون، اظن انه السنه كانت 1871، كان من اوائل الناس اللي اكتشفوا انه في علاقه فانه التيار الكهربائي عمال بينشئ مجال مغناطيسي وبعدين ردوا اكتشفوا انه المجال المغناطيسي بينشئ تيار كهربائي اللي هو فرد فرادي يعني عمل العكس مضبوط جاء التغير في المجال المغناطيسي عماله بينتج تيار كهربائي ماشي في اسئله على هذا الجزء جزء مهم جدا احنا لحد الان بنينا دائره مغناطيسيه نلخص شو اللي عملناه لحد الان بنينا دائره مغناطيسيه وقارناها بالدائره الكهربائيه فاخذنا اومز لو من الكهرباء وطبقناه فصار عندي فاي شو بتساوي؟ كيف بحسب فاي في الدائرة هاي؟ ام ام اف على ار ريلكتنس من هون فقسمنا ام ام اف على ريلكتنس اعطتني فاي فوجدنا شيء مشابه هناك
وحكينا شوي رح نعمل هلا مثال عملي رح نحل مثال كامل على حساب الفلكس في هاي الدائره الكهربائيه حتى احسبها، لانه لو انت بدك تصمم محول الان بدك تعرف قديش الفلكس اللي رح ينتج في هاي المشين. بعدين حكينا عن العلاقه، هاي العلاقه ما كانت خطيه، لو العالم مثالي على فكره كيف بكون هذا الخط؟ ما عندي هيستريسيس بالمره وعندي لينياريتي، ايوه كيف بكون الخط؟ والخط مستقيم، لو العالم مثالي، لو احنا بنعيش في عالم مثالي كان